يسوع جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. أحبائنا وأصدقائنا، أهلا بكم في كل مكان. بنرحب بكم معنا أسرة قناة الكرمة الكبيرة، بنرحب بكم، سعداء النهاردة نكون معاكم مرة كل شهر في حلقة خاصة جدا، حلقة الأبديت اللي بيحصل في قناة الكرمة، ونسمع منكم ونتشجع بتشجيعكم ونصلي مع بعض ونشوف كلمة الرب لينا إيه في الوقت ده. النهاردة سعيد جدا يكون معايا أحباء أصحاب عمل، أصحاب الخدمة معانا، مش ناس غرب. معانا أخونا أندرو حبيب، أندرو بركة كبيرة لقناة الكرمة وربنا بيستخدمه بكل قوة. بنفرح جدا كل ما بنشوف استخدام ربنا ليه على الشاشة، وبنصلي لأجله وإحنا كمان بنصلي لأجله معاكم. أهلا بك يا أندرو. أهلا بك أخ صامول، أنا بشكر ربي لأجلك جدا، وعارف أنه في كل مرة باجي أقوله وبشارك معاك في حلقة أو بتكلم مع ناس، الله في كلمة في أعمال الرسل كده يقولك افرزوا لي برنابا وشاول، مع أن كان في تلاميذ كتير وكان في جموع من الناس، لكن الروح القدس ما بصش إلا على اتنين، افرزوا لي برنابا وشاول. في حاجة في الحياة الروحية اسمها الفرز، مش الفرز التعليمي، لكن الفرز المخصص من الله بحسب نظرة الله، شايف أنه ابني ده يقدر لما وكله بمهامه معينة يقدر يسد فيها ويقدر يكمل فيها. أنا بعتبر وأنا بقول الكلام ده والرب شاهد بدون مجاملة، لكن أنا شايفه كحق كتابي أن الرب عمل لك فرز وأقامك لأنه شايف أنك تقدر تسد في حاجة وتقدر تكمل في حاجة. العمل بتاع قناة الكرمة ده مش عمل صغير، ده عمل كبير، وانت عارف يعني دايما اللي في الخدمة بيشوف بنظرة مختلفة عن اللي برا. مفيش قناة مسيحية لا بالانجليش او بالعربي او باي لغة فيها التأثير والاتساع اللي موجود فيه اللي فيها قناة الكرمة. عشان كده في حرب وفي شكاية، لكن في ابطال وفي بطل الرب اقامه، وفي غرس الرب غرسه، والغرس اللي يغرسه الاب مفيش قوة تقدر عليه. الغرس اللي يغرسه الاب مفيش قوه تقدر عليه، تشدد تشجع تقوى. انا بشكر رب واحنا موجودين معاك، والمثل البلد يقول لك القفه يشيلوها مش عارف صح اتنين. الرب مش هيخلي اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه، هيخلي جموع، لانه الهدف كبير والهدف عظيم والهدف يستحق أن يكون شعارنا ملايين المسيح. ربنا يباركك. شكرا لك يا أندرو. أنا بشكر ربنا جدا لأجلك ولأجل تشجيعك ولأجل الكلمات الطيبة دي. أنا برجع كل المجد لرب المجد، الرب يسوع المسيح هو صاحب العمل، هو اللي بيعمل العمل. أنا ما أقدرش أعمل ولا حاجة بدونه، هو بدون روح القدس وبدونكم أنتم كمان أندرو زد وأحبائنا اللي في مجلس إدارة وأحبائنا اللي مقدمين البرامج وكمان حضراتكم. أنا ما أقدرش أعمل حاجة لوحدي. أنا بقول له يا رب أعمل إيه؟ يقول لي حط رجلك، مد إيدك، ابدأ وأنا هقف معاك وهجيب الأبطال والبطلات اللي يقفوا معاك ويشيلوا معاك الشيلة. ده وعد ربنا ليا من بداية الخدمة. النهاردة كنا بنقلب في صور كتيرة عبر السنين اللي فاتت، وكنا بنرجع بالصور سنة 2004 و2005 و2006، وكنا بنتفرج على الصور وإحنا شغالين في البيت، كان معنا شباب من اللي كانوا معنا في البيت وكانوا بيشتغلوا، بيقولوا من أروع الأيام اللي كانت موجودة. ويمكن دكتور الزيت تفتكر كمان أنه الأيام اللي كنا فيها بنخدم من البداية البسيطة اللي ربنا عملها، وبعض الناس الخدام اللي معنا في الكرمة هنا قالت أنا فاكرة المرتبة دي، أنا كنت ببيت عليها من سنة 2004 2005 2006. فأنا بشكر ربنا، الرب اللي ابتدى العمل
مش احنا، مش بامكانياتنا، مش بشطاره حد. الرب فرز، انا بايد ده يس، بس مش بامكانياتنا، لكن بامكانياته هو. الحرب جديده حضرتكم شايفين مع مع، هنتكلم بعد شويه اكتر ونفضفض معاكم شويه، فخليكم معانا. لكن انا بشكر ربنا لاجلك يا اخ اندرو، بشكر ربنا لاجل الابطال اللي واقفين معانا، واقفين في الثغر، ربنا جابهم وفرزهم انهم يكونوا معانا. ولما نبص على خطط حياتهم زي الاخ اندرو وتاريخ خدمته وازاي ربنا جابه من الشرق الاوسط لبلاد مختلفه وربنا انتهى بيه المسار هنا في قناه الكارما، ويفضل يكمل وهيكمل بكل قوه في اسم المسيح، ونجيب مع بعض الهدف بتاعنا اللي كلنا بنتلف حواليه، ملايين المسيح. والنهارده هنتكلم عن الموضوع ده اكتر كمان بعد شويه، ونحط هدف لينا في الايام اللي جايه. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ لازم نشيل كل اللي بنسمعه ده والخناقات ووجع القلب اللي جايبنا ورا، ونحط تارجت قدامنا ونشوف يا رب الحرب اللي كانت موجوده دي كانت موجوده ليه؟ ابليس عايز يعطلنا عن ايه؟ ايه اللي انت عايزه لينا في الثلاث شهور الجايين، في الست شهور الجايين، في السنه الجايه؟ كارما بتكمل عقدين من السماء، 20 سنه. طب ايه اللي قدامنا في الوقت اللي جاي؟ ابليس عايز ايه؟ ولازم نكون ننتبه للي ابليس بيعمله. والكتاب بيوصينا وبيقول لنا لازم تكون عينينا مفتوحه وفاهمين فكر الله وفكر ابليس عايز يعمل ايه كمان، عشان احنا نبقى صحيين لنفسينا. قبل ما نكمل كلام والحلقه تشد، خليني ارحب كمان خليني ارحب باخت غاليه عليا انا شخصيا جدا بعتز بيها، اخت دكتور الزيت. ودكتور الزيت لسه جاي من السفر، هي داخله قبل الحلقه بكام دقيقه، فاهلا بيكي. اهلا بيكي، شكرا ليكي على تعبك وسفرك ومجيئك. المشوار الطويل ده خدت لك بتاع 3 4 ساعات سفر صح؟ 5 وشويه. هي طالعه بتوقيتنا هنا من 1 الفجر دي صح؟ حقيقة صح، من 1 الفجر وهي بتسافر عشان تيجي وتكون معانا في الحلقه النهارده. فاهلا. الحقيقه انا بشكر ربنا جدا بجد فعلا من كل قلبي. كنت لسه بقول لاخ اندرو يعني انا عمري ما كنت اتخيل، يعني قبل ما اعرف الكارما او ما اتعرف عليك يا صامول، عمري ما كنت اتخيل ان ربنا يعني يقيم ناس عاديه جدا. يعني صامول لما جه امريكا كان زي اي واحد مهاجر، هو ومراته واولاده، ما كانش عمره بيفكر في حاجه كده، كان كل احلامه انه يعمل خدمه يمكن توصل يعني. لكن الرب اللي شاف قلبك يا صامول لما كنت تخدم حتى في مصر انت ومنى، عايز ناس تعرف المسيح باي طريقه باي وسيله، حتى لو كان التحدي اكبر من الحجم اللي ممكن اي حد فينا يتخيله. وانا كنت لسه بشارك مع الاخ اندرو، انا كان لما جيت امريكا كنت كل اللي عايزاه ان انا اربي عيالي في خوف ربنا واكبر البنتين اللي ربنا باركني بيهم، وبشكر ربنا دلوقتي يعني كل حاجه بقت حلوه. لكن الخدمه والعمل اللي الرب بيدور النهارده على ابطال، لانه فعلا الكتاب بيقول ان عينا الرب تجولان في كل الارض لكي يتشدد مع الذين قلوبهم كامله من نحوه. العمل الروحي يا جماعه مش بالامكانيات البشريه، لانه اسلحه محاربتنا ليست بشريه ولا جسديه، لكن قادره بالله على هدم حصون. الكتاب يقول هادمينا ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. وإحنا عايشين في الزمن ده اللي كل الأصوات الشر وكل أصوات العالم وكل أصوات الجسد وكل أصوات أرواح ضد المسيح بتعلي صوتها، لكن النهاردة for such a time as this، لوقت مثل هذا الرب أقام قناة زي كده، قناة الكارما اللي ابتدت بولا حاجة، بين غير أي إمكانيات يعني مادية ولا أي قدرات بشرية ولا أي إمكانيات نقدر نفتخر بيها. لكن الكتاب يقول إنه ما نفتخر فليفتخر بالرب، وإحنا النهاردة جايين بنفتخر وبنعلن يا رب أنت إلى هنا أعنتنا، وإنت رب عايز تشددنا أكتر عشان نعمل أعمال أكبر من حجمنا ومن أحلامنا ومن أفكارنا ومن إمكانياتنا. يا رب عايزين نحلم معاك، عايزين نتقدم بثقة قدامك، عايزين نكون عاملان مع الله. فأنا بشكر ربنا جدا من أجل كل واحد وكل واحدة النهاردة بيشاهدنا، كل واحد النهاردة على قلبه العمل ده، كل واحد فينا بيشيل الركن بتاعه زي ما كان نحميا بيرمم أسوار
أورشليم ما كانش يقدر يعمل العمل لوحده، لكن كل واحد بنى قصاد بيته، كل واحد بكل إمكانياته، حتى العطارين اللي ما بيفهموش في البنى كانوا بيبنوا، الفلاحين كانوا بيبنوا، الرعاة بتاع الغنم كانوا بيبنوا، كل واحد زي ما ربنا أقامك في مكانك. أنت النهاردة لوقت مثل هذا الرب عايز ينشر رسالة الإنجيل في كل العالم. رب يسوع قال كده، اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، مش بس الناس، الأراضي، الشعوب، الخليقة، الكل حاجة ربنا خلقها محتاجة إنها تتحرر من عبودية الخطية. فأنا النهاردة بصلي إن الناس النهاردة اللي على قلبهم إن هم يكونوا فعلا بيعملوا في ملكوت الله، مش بيد رخوة ولا بضعف، لكن في اسم يسوع. الحلقة دي تكون تشديد وتعديد لينا كلنا، كلنا محتاجين بعض، لأن احنا كلنا جسد، أعضاء بعضنا لبعض. صامول ما كانش ممكن أبدا يعمل كده من غير ناس تقف معاه، الأخ أندرو وأنا وإنت وإنتي، كلنا محتاجين بعض، كلنا نحب بعض، كلنا نتوحد بالرب اللي خلانا نكون عيلة واحدة وجسد واحد. فأنا باسم يسوع بصلي النهاردة فعلا تكون حلقة ممسوحة، حلقة كلنا نشترك مع بعض، نفسنا نسمع منكم مكالمات، مدخلات، تشجيع. رب يباركنا كلنا ونكون فعلا بنقوم ونبني ولا نكون بعد عارا لمجد اسمه. أمين أمين أمين. النهاردة عندنا مواضيع مختلفة نتكلم فيها، بس العنوان بتاعنا الأساسي هو تشدد في الإيمان، تشددي في الإيمان. وقبل ما أتكلم في أي تفاصيل ولا أي حاجة خالص، أنا نفسي أطلب من الأخ أندرو يقودنا في صلاة حتى لو قصيرة. تمام، قصيرة. خلونا كلنا نتحد مع بعض ونيجي قدام الرب بروح واحدة وبنفس واحدة. يا رب قديه بنعظمك، بنشكرك، مستحق 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 يا رب كل المجد والإكرام، يا من ذبحت واشتريتنا بدمك الكريم يا سيدنا الرب. شكرا جدا يا رب، لأن قعدتنا النهاردة هي على أساس نعمتك يا رب، قعدتنا النهاردة هي على أساس محبتك وعلى أساس خلاصك لينا يا سيدنا رب. امتياز وشرف نقدر نقول كده أنا وإخوات يا رب، والكل يحس بده، أنك أنت رب أولا دعوتنا لمحبتك يا سيدنا رب، فتحت عينينا، نورت بصرتنا يا رب. امتياز وشرف ان احنا نكون يا رب اسمك بيدعى علينا سيدنا رب. امتياز وشرف ان احنا نكون وكلاء وخدام لملك الملوك وسيد الارض كلها. يا رب انا بشكرك لاجل اللي بتعمله في قناة الكرمة واللي عملته خلال 20 سنة، لكن اللي احنا عارفينه ومتأكدين منه يا رب انه من مجد الى مجد، هو ده المكتوب، هو ده، احنا مش بنرجع لورا، احنا بنمشي لقدام يا رب. انت مش زي البشر تدخل بقوتك وبعد شوية الأمور تقل، لا، ده أنت بتاخدنا من قوة إلى قوة، من مجد إلى مجد. المجد اللي جاي أعظم من اللي فات، لأنك دايما بتاخدنا كده يا رب، أنك تورينا أمور أعظم وأعظم وأعظم أعظم يا رب. وأنا واثق أن اللي جاي، الوقت اللي جاي على الكرمة وخدمة الكرمة واستثمارك واستخدامك ليها يا رب للقناة وللإرسال وللمواضيع وللفكرة سيدنا رب، وللرسالة وللخدام وللقائمين على العمل يا رب، مجد يا سيدنا رب. أنت دعتنا للمجد، أنت دعتنا للبركة، أنت دعتنا يا رب من قوة إلى قوة سيدنا رب. أنا بشكرك جدا يا رب، وده بالإيمان اللي بنتشدد بيه النهاردة، بالإيمان بنعلن يا رب إن كان مكتوب في الآية إن العدد كان بيزداد كل يوم وإن الكنائس كانت بتتشدد، لكن بالإيمان نقدر نقول يا رب إن بالإيمان ملايين الرب بيوصل ليها من خلال قناة الكرمة. بالإيمان كل يوم أعداد بتزيد لعمل الرب ولملكوت الرب من خلال الرسالة اللي أنت أقامتها سيدنا رب. بركة وحماية خاصة حوالين عملك هنا سيدنا رب. يا رب ده غرس أنت غرسته، وأنا متأكد أنك أنت متكفل بي ماديا وروحيا ومن منطلق يا رب حمايتك للعمل ده. بركة في الوقت يا رب، في اسم الرب يسوع نصلي. أمين 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 أمين. النهاردة أنا واثق أن الرب هيتكلم لناس كتيرة مننا قاعدين قدام التلفزيون، لكن أنا عارف النهاردة ربنا هيتكلم ليك وهيتكلم ليكي وبيتكلم لينا احنا كمان. وانا عارف ان احنا بنتكلم ربنا هيديكوا كلام مخصص معين هتقولوه وربنا هيلمس بيه ناس. خلينا اشارك معاكم بحاجه
من قيمة 25 30 سنة كده، وكنت بتمشى في شوارع القاهرة وانا ببص على العمارات وبقول يا رب مين اللي وصل الرسالة للناس دي. جه اليوم دلوقتي ان الرسالة موجودة متاحة في كل بيت من البيوت في الشرق الأوسط. قلب تلاقي بدل القناة قنوات مسيحية. لكن الأيام اللي فاتت أنا جوايا صرخة تانية وبقول إيه اللي بيحصل ده؟ إبليس سايق الدنيا ورايح فين؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في بلادنا؟ إيه اللي بيحصل مع المؤمنين؟ إيه اللي بيحصل مع الخدام؟ إيه اللي بيحصل في الخدمة؟ إيه اللي بيحصل؟ رايحين فين؟ وفين ربنا؟ فين ربنا وصوته من اللي بيحصل ده؟ واحنا النهارده بنقرا في الايه في اعمال الرسل اصحاح 16 وعدد 5 بتقول ايه؟ بتقول كانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم. طب احنا بنعمل ايه؟ كل ايه؟ كل يوم. ممكن تاني؟ تتشدد وتزداد في العدد كل يوم. السنه فيها كام يوم؟ 365. يعني الكنيسة لو بنقول بتزيد واحد بس، عارف بتزيد في السنة كام؟ 365. ده شخص جديد تماما. تفضل. سوري. وبشوف كأن كده ربنا بياخدني بعيد عن اللي بيحصل واطلع كده شوية في الصورة، وبشوف اللي بيحصل في البلاد اللي كانت بتبعت مرسلين للعالم اتضربت ازاي. بشوف أوروبا رايحة فين. بشوف أمريكا هقول ايه؟ اديكم بتشوفوا بنفسيكم. ضياع في امريكا، ضياع. وانا خايف واللي يعني جاي بقول اصعب. يا رب استر ما يكونش زي سدوم عمورة. واللي جاي اصعب. واللي جاي مش عارف اقول ايه، لكن جوايا صرخه وانا ببص على السوشيال ميديا وانا ببص الناس رفعت عينيها عن المفروض مننا ان احنا نعمله، وان احنا نضم الى الكنيسه كل يوم ناس جداد. بقى دلوقتي دخلنا في مواضيع وإبليس بياخدنا هنا، ولما بسمع مكالمات التليفون أنا بايزة. على فكرة أنا بتأسف لناس من حضراتكم اتصلوا بيا كتير في مكالمات. أنا لسه ببص في الفويس ميل امبارح فوق 400 وشوية فويس ميل، أنا مش قادر أرد على كل واحد وكله. وللأسف في بعض من حضراتكم أنتوا عارفين أنتوا بتشوفونا في التلفزيون بيقول لو الأخ صامول ما كلمناش في خلال 48 ساعة احنا نقطع التبرع. طب أنا أعمل إيه؟ أجيب في اليوم إزاي وقت عشان اعمل كده؟ ازاي؟ وده يتخانق يقول لك لو ما شلتش الكنيسه الفلانيه احنا هنعمل كذا، وده يتخانق يقول لك لو سبت فلان ولا مش عارف ايه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حاجه تكسر، لما بتكسر قلبي تكسر قلب الرب يسوع. احنا هنا بنعمل ايه؟ رسالتنا ايه؟ اولا ككارما احنا لانينا في السياسه، مش هدفنا ان احنا نتكلم على سياسه على منابر الكارما اطلاقا. مش بنطلع اشخاص لزواتهم وننقدهم، مش بنطلع صور، مش ده مش هدفنا. حتى لو حصل في وقت من الاوقات حاجه ملهاش دعوه اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي احنا الكارما مخصصه تماما انها توصل رساله المسيح. بنحب الكل، ما تقوليش ده بلد فلانيه وده بلد فلانيه وده بلد. المسيح جه ومات عشان الكل. ومش هنعمل صراعات ومش هنتحزب، احنا للرب يسوع الكارما بتاعته بنستخدمها المجد نجيب نفوس من كل خلفية من كل بلد. بنزعل على كل طفل يموت من أي طرف، ضد الحرب من أي طرف. لكن احنا هدفنا ككارما ايه بقى؟ خلاص سيبنا المواضيع دي اللي إبليس بياخدنا فيها. هدفنا نجيب نفوس للمسيح، نعيش صح. تخيل أجدع واحد فرحان في وسط الخناقات دي فين؟ إبليس. طب وفين يا اخوانا؟ تشددوا في الايمان. النهارده هنتكلم تشدد في الايمان. احنا موقفنا ايه؟ مش مطلوب من الاخت الزت تيجي تقول انا واقفه مع فلان ضد فلان، والاخ اندرو يقول مش احنا طبعا احنا مش بنعمل كده. لكن انا بقول تبص تلاقي نص الخدام جم مع فلان ونص الخدام جم مع فلان، ولا تلتين وتلت، ولا اي اعداد، وتبص تلاقي صراعات. لو ما انتبهناش النهارده، يعني امبارح كان عندي يوم طويل وكلمت خدام واتصلت بناس عشان نحط نقطة ونبدأ من جديد. خلاص مش عايزين كلام في المواضيع دي، خلصنا. خلينا نمجد اسم يسوع، خلينا ننتبه لدعوتنا، خلينا نجيب نفوس للمسيح. وانا مرة تاني بعتذر لكل الناس اللي سابوا لي مسجز
اغلبكم انا مش هقدر ارد على مئات المسجز في اليوم، لانه عندنا شغل تاني وعندنا خدمه تانيه وعندنا عمل نعمله. فانا بتاسف للمكالمات اللي ما قدرتش ارد عليها والرسائل كتيره جدا، ما يعني وكل واحد يتصل ويقول وصل اخ صمويل انه مش عارف يعني، وفي ناس بتهدد وفي ناس بتشتم وفي ناس كتير. يا جماعه احنا هنا عشان نوصل لكل بيت رساله المسيح، واللي بطلبه منك انك تصلي معايا ومعانا وتقف معانا مش تقف ضدنا، وصلي للاشخاص دي عشان ربنا ينور عينيها ويترفع عينيها على الدعوه العليا بتاعتنا وما نندمجش في اي تيارات جانبيه. ده ملخص بسيط، وانا احب اسمع من الاخ اندرو والاخت الزيت بردك، لانه احنا شركاء في الكرم، احنا في عمل الكرم وانتوا كمان معانا. انا عارف ان عندنا حاجات كتير وهنتكلم عن حاجات كتير، موضوعنا الاساسي تشدد في الايمان وتشددي في الايمان عشان نجيب نفوس للمسيح، ونتكلم لو احنا يعني ما خدناش بالنا واتجرفنا في التيارات اللي موجوده دي يبقى هنروح لطريق صعب. لكن النهارده احنا بنقف ونقول خلي نوجه نظرنا ونتشدد في الايمان ونوجه نظرنا للمسيح ونشوف حياتنا الشخصيه احنا شكلها ايه، وبدل ما عمالين نعيب على ده ونقول له طلع الخشبه القذى اللي في عينك وده طلع، حط شيل انت الخشبه اللي ممكن تكون في عينك، وجه عينك على المسيح وتعالى بينا مع بعض نجيب نفوس للمسيح، نعيش صح ونجيب نفوس للمسيح. ايه رايك يا اخ اندرو دكتور الزيت؟ طبعا وجود الهدف شيء مهم جدا، ولما بيكونش عندنا هدف نعيش لاجله بنتوه بلا رؤيه يجمع الشعب. بص التعبير يجمع، لو النهارده انا شايف قطر ماشي مش على الإنبان الا هيحصل هيتقلب وكارثه وهيموت كل اللي جوه، لكن القطر امان القطر ان يمشي على الإنبان، وامان القطر انه لما بيطلع من المحطه يبقى عارف هو رايح لاي محطه. الرب دعانا الهدف نعيش لاجله، اسعى نحو الغرض. بولس الرسول كان عنده هدف عينه عليه بالظبط، مش متشتته خالص. اتذكر وانا ما اعرفش انت دخلت خدمه عسكريه ولا لا في مصر؟ لا صح. انا دخلت خدمه عسكريه في مركز التدريب، كان بيعلمونا كده انه ما تنشغلش باي حاجه. انا كنت في مدرسه عسكريه بس ما تنشغلش باي حاجه. فكان مرات في مركز التدريب الضابط يجي يوقفنا انتباه يقولي مهما عملت قدامك عينيك ما تروحش معايا، ما ذهنك ما يروحش معايا، لان لو فقدت ذهنك في لحظه انت فقدت حياتك كلها، لو فقدت تركيزك في لحظه انت فقدت حياتك كلها. فكان يجي مثلا يعمل حركات، كان يجي يعمل مش عارف ايه، عايز يشوف الثبات بتاعنا، ثبات الانفعالي، ثبات الجسدي، التركيز، قوه التركيز موجوده ازاي. هو ده اللي بيعمله ابليس، انه عايز من ابليس مالوش السلطان علينا، لكن عايز من بره يعمل ايه؟ يشغلنا عشان ياخدنا. ليه؟ لانه عايز ياخدنا بعيد عن الهدف. الهدف بتاعنا ايه؟ احنا كلنا عايشين ليه؟ عايشين عشان نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. فلما يجي يشتتنا في قضايا فرعيه وقضايا جانبيه ونخلينا نطحن في بعض، بالتالي احنا بعدنا عن الهدف بتاعنا. يعني ممكن مثلا بدل النهارده انا بنجز كل يوم، كان العدد يزداد كل يوم، طب اليوم ده انا في خناقه فمفيش عدد، هو ده اللي عايزه، فضاع اليوم لان مفيش عدد، ضاع اليوم لان مفيش كل يوم بيزداد. فعشان كده احنا عايزين نرجع تاني للهدف، حط ايدينا في ايدين بعض. الاصحاح اللي الرب يعني الايه اللي الرب قاد فيها الاخ صمويل واتكلم فيها اللي هي اعمال الرسل اصحاح 16، وانا بصلي وبدعو كل شخص بيشاهدنا اقرا الاصحاح ده، لان الاصحاح ده فيه ثلاث حاجات مهمين جدا 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 جدا. انه لما تشددوا في الايمان العدد زاد، بقى عندهم مرونه للروح القدس، بقى عندهم روح الوحده. الاصحاح ده بيتكلم عن اربع حاجات، بيتكلم عن اربع حاجات مهمين جدا. اقرا الاصحاح ووقف قدام الاربع حاجات دول. المفتاح الاول اتشددوا في الايمان، النتيجه انجزوا وحققوا انجازات، العدد يزداد كل يوم. ثلاثه كان عندهم مرونه للروح القدس قبل الهوى بلحظات. الدكتوره زيت قالت لي يعني ايه الروح القدس منعه؟ صح مش انت سأل. مرونه للروح القدس، ما تروحش المكان ده، ما تروحش المكان ده، ما تروحش المكان ده، ما تقولش الكلمه وما تقولش الكلمه دي، ما تتكلمش هنا. تخيل روح القدس انا عايز اروح لاسيا، لا
انا عايز اروح لبنفيليه، لا انا عايز اروح لبيتينية، لا انا عايزك تروح مرونة للروح القدس. الحاجة الرابعة الوحدة. كنت بقول لدكتورة الزت قبل الهوى عدد 10 او عدد 9 ظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مقدونية واعنا. بولس ده مين؟ رسول. اللي موجودين معاه في المشهد ده مين؟ سيلا، تيميثاوس، ولو انضم لي، يعني هو ومعاه 3 تانيين. سنيا بولس اكبر، روحيا بولس اكبر، بالاضافه انه رسول، وبالاضافه ان تيميثاوس وسيلا لسه جداد في الايمان. عدد 11 متحق. عدد 10 فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونيه متحققين كلنا. يعني ايه؟ يعني بولس الرسول الكبير قال لهم ايه يا جماعه؟ انا شفت رؤيا، بس انا عايز ايه؟ لان روح الوحده بتحتم علينا نقعد نتشاور مع بعض، نعرض الامر على بعض، نعملها ازاي متحقق. بص التعبير، متحققين ان الرب مش دعانا. روح الوحده اكبر خطر على اي مؤمن واي خادم ان يخدم براسه. ان يخدم براسه، ما عندوش اخوات واقف معاهم، ما عندوش اخوات بيصلوا لاجله، ما عندوش اخوات منضم ليهم، ما عندوش اخوات بيخدم معاهم وبيتحرك معاهم. عشان كده الاصحاح ده غني جدا يا اخ صمود. تشددوا في الايمان، العدد زاد، بقى عندهم مرونه للروح القدس، حساسين لصوت الروح القدس، اتحققت الوحده. شوفوا الجمال اللي موجود في كلمه الله. انا اخذت وقت طويل؟ لا بس بس دكتور الزيت، يعني فعلا الحاجه اللي بتجيب وحده ان انا اكون علاقتي الرأسيه بالروح القدس سليمه، عشان اقدر تبقى علاقتي الافقيه مع اخواتي سليمه. لكن اللي بيحصل ان احنا زي ما هم قالوا، احنا كنا عايزين روح قاسي، ارادتي الذاتيه، ارادتي الشخصيه عايزه حاجه، لكن مين اللي يقودني؟ الروح القدس. الكتاب بيقول ان الذين ينقضون بروح الله اولئك هم ابناء الله. نعم. محتاجين في الوقت ده زي ما صامول كان بيقول، التحديات عاليه، صوت الشر عالي، العالم بكل امكانياته، الجسد اللي داخل فينا كجسد المسيح، اعمال الجسد، الكتاب بيقول كده، خصام، تحزب، شقاق، بدعه، كل حاجات دي اعمال جسد. لكن مين اللي يصفينا ومين اللي ينقينا علشان يبقى لنا وحده حقيقيه على اساس روحي حقيقي سليم وحق كتابي سليم؟ الروح القدس. علشان كده محتاجين ان احنا قبل ما اشتغل على اللي جنبي اشتغل على نفسي. انا يا رب محتاجة تكون علاقتي معاك صافية قوية، عارفة اشوف المعادلة دي بعينيك انت، عايزة احس بالمواضيع اللي بتحصل بقلبك انت، بدل ما اكون متسرعة في القاء الاحكام على الناس. انا مش مكان الله، لكن انا يعني الكتاب يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، مش ان انا اسكت على الغلط، لكن ما يبقاش جوايا روح الدينونة، روح الانتقاد، لانه ده نابع من كبرياء. قبل فعلا ما ابص على القذى اللي في عين اخويا، اشتري الخشبة اللي في عيني لكي ابصر جيدا زي ما رب يسوع قال. عشان كده النهاردة يمكن في الوقت ده في الكنائس في كل المجتمعات في امريكا بنشوف تصفيات، يعني مش هقدر اقول لكم على كل حاجه، بس ربنا عمال يصفي في ناس بتتشال غربلة. وده اللي بيحصل. يمكن كل بلد ليها نوع تصفيه مختلف غربلة. لكن النهارده عايزين ال 300 اللي مع جدعون. لما الرب قال لجدعون الشعب ده كتير عليا، لو انتصروا هيقولوا قوتي وقدره يدي صنعت لي هذا. لكن الرب النهارده محتاج مش الاغلبيه، لكن محتاج الأقلية الحقيقية اللي بتلتصق بيه. الكتاب يقول لأنه تعلق بي أنجيه. يعني النهاردة مين اللي متعلق؟ مش بطايفة ولا بعنصرية ولا بقضية ولا بعنطرية في أي حاجة، لكن مين اللي متعلق بالرب؟
اولا، لو اتعلقنا صح بالرب اولا هنعرف نميز الامور المتخلفه. محتاجين الروح القدس يقودنا في قراراتنا، في كلماتنا، حتى في الخدمه. يعني هم كانوا ناويين يروحوا يخدموا في اسيا، هم مش بيعملوا حاجه غلط خالص، مش بيعملوا حاجه غلط. بالعكس، رب انت قلت لنا اذهبوا للعالم واحنا عايزين نروح اسيا، لكن منعهم الروح القدس. النهارده خليه يكون عندنا حساسيه لروح الله. لما علاقتنا تبقى حقيقية مع ربنا هنعرف نميز، هنعرف نقول الكلام المصلح بملح لكي يعطي نعمة للسامعين. مش هيبقى كلامنا جارح، ولا كلامنا يسيء الغضب والسخط، ولا كلامنا يزرع خصومات بين إخوة، لكن يكون كلامنا يعطي نعمة للسامعين. أنا بصلي في اسم يسوع النهاردة رب يغربل يغربل، والرب النهاردة بينادي على الأبطال المخلصين اللي يلزقوا فيه هو، اللي يتثبتوا فيه هو. الكتاب رب يسوع قال كده، اثبتوا في محبتي في اسم يسوع. بس عارفة يا دكتورة، الوصول ان انا اكون شخص مرن مع الروح القدس واقدر اتجاوب معاه واكون في شركة معاه، بدأ بالمفتاح الاولاني، تشددوا في الايمان، اللي هي قوة الايمان، حياة الايمان. لما حصلت النقطة دي، حصلت النقطة دي، ما انت النهاردة بتكلميني ممكن يكون كلامك زي لوغاريتمات ما حد لسه ما اختبروش. ليه؟ فلازم نرجع للنقطة الأولانية، اتشدد في الإيمان. إيمانك ده تبقى لازم يبقى شيء راسخ قوي انت واقف عليه، ما يتهزش بأي فكرة، ما يتهزش بأي كلمة، ما يتهزش بأي حاجة، ما روحش واجي. يعني في ثلاث حاجات في الإيمان لازم يبقى المؤمن يركز عليهم. الآية الأولى، هل عندك حاجة أخ صمول ولا أكمل؟ عندي، اتفضل حضرتك كمل، بعد شوية نتكلم في حاجتين. في آية في قرنثس الأولى 16-13 يقولي اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. أول حاجة الثبات في الإيمان. أنا عارف أنا مؤمن بمين، أنا عارف اتأسست إزاي على كلمة الله، أنا عارف حياتي اتبنت على الإيمان الأقدس، والإيمان الأقدس اللي هو التعليم، أي نوع تعليم اتبنت عليه حياتي. إصاروا، اثبتوا في الإيمان. لما أثبت في الإيمان كونوا رجالا تقووا. الآية الثانية كورنثوس الثانية 8-7، لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان. يعني لما تثبت في الإيمان يتزايد الإيمان. شوفي الارتباط. الآية الثالثة اللي احنا بنقراها، فكانت الكنيسة تتشدد في الإيمان. يبقى في ثلاث حاجات لازم نمشي فيهم. واحد، اثبت في الإيمان. لما تثبت في الإيمان تلاقيه بيزيد، لما بيزيد تلاقيه الإيمان بيشددك. اثبت في الإيمان، ازداد في الإيمان، اتشدد في الإيمان. الكتاب بيقول يزداد. الحاجة الرابعة في عبرانية 11 يكتب عليهم ويقول بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود. يعني كل الأفواه المفتوحة للكنيسة نقدر نسدها، مش بعضلاتنا، بالإيمان. لكن في كلمة يقول كده تقوى من ضعف. يعني الإيمان الإيمان يقدر يقويني، الإيمان يقدر يقويني، يشددني. حضرتك دكتورة يقولك في المقويات صح؟ ومشروب مش عارف يعمل طاقة. أنا عايز أقولك في مشروب يعمل طاقة مضمون 100% ومالوش أثار جانبية. هللويا. ومالوش أثار. مشاريب الطاقة بتعمل إيه؟ شوية وبعد كده بتأثر أثر جانبية. جانبية. احنا شايفين في ممثل مات بسبب مشروب الطاقة في مصر، اللي هو هيثم أحمد زكي، وفي في كذا لاعب مات بسبب مشروب الطاقة. مشروب الطاقة ليها أثر هتدي لك انتعاش شوية، بس لها أثر جانبية. لكن في مشروب طاقة ملوش أثر جانبية، ياخدك لقدام زي الحصان. عارفين إيه هو؟ الإيمان. بالإيمان تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. عشان كده النهاردة تعالوا سيبنا فضوا السيرة دي، تعالوا نتقوى بالإيمان، تعالوا نرجع النهاردة ناخد فيتامين اسمه فيتامين الإيمان، ناخد مقويات اسمها مقويات الإيمان. لو أنت راعي بتشوفني النهاردة، في وعد من الرب إن الكنائس كانت تتشدد
في الايمان. الرب يشد كنيستك ويشدد العمل. خلونا نبارك بعض يا جماعه، نبارك بعض، العمل في الكنيسه دي والكنيسه دي والكنيسه اللي في البلد دي والكنيسه في البلد دي والخادم اللي في البلد ده والخادم اللي في البلد. تعالوا نبارك بعض، تعالوا نتقوى بعض، نبقى عاملين زي الحلقات اللي داخله ببعض، محدش يقدر يفكنا من بعض. ابليس عايز يفكنا من بعض، ابليس عايز يزرع خصومه بينه وبين الاخ صامول، بينه وبين الدكتوره زيت، يعمل اي شكايه يقول لك هو بص له ليه، هو كلم بالطريقه دي ليه، هو عمل ده ليه. لا، ليه؟ لانه عايز يفك الحلقه دي، عايز يفك الحلقه دي. في ايه في افس 7 يقول لك ايه، افس 4 سوري، مؤتزرا بمفاصل، يعني داخلين، عارف، عاشق ومعشوق داخلين في بعض، ماسكين في بعض قوي. تعالوا نتقوى. كانت الكنائس بما في الكارما كنيسة، صح، الكارما كنيسة وكنيسة كبيرة جدا عددها ملايين، كانت الكنائس تعمل ايه بما فيهم الكارما، تتشدد في الايمان. الرب عايز يشددك النهاردة، الرب مش عايزك تبقى منحني، الرب مش عايزك تبقى مهزوم، الرب مش عايزك تبقى مكتئب، الرب مش عايزك تبقى ضعيف، الرب مش عايزك تبقى يائس، الرب مش عايزك تبقى محبط، الرب مش عايزك تبقى في صراعات، الرب عايزك النهاردة تتقوى بالإيمان، تتشدد بالإيمان، تقول كده احنا أبطال بالرب يسوع المسيح، عندنا مهام ننجزها، ما عندناش وقت نضيعه، عندنا مهام ننجزها في اسم الرب يسوع. نسعى نحو الغرض، مش نسعى نحو ان احنا، عارف افتكرت حاجة أخي أندرو كان بيتقال، يعني واحدة أمريكانية بتقول الكنيسة لما بتبقى عندك جيش والجيش ده بيسقط فيه جرحى، بتعمل ايه؟ بتسيبهم يموتوا؟ لا، ولا بتحاول تنقذهم؟ بتلحقهم. بتقول العكس بقى، الشيطان بيخلي الكنيسه تعمل ايه؟ اكتر جيش بيموت جرحى، بيموت جرحى. لما بشوف حد مجروح، حد واقع، بدوس عليه اكتر، بدوس عليه اكتر، بدل ما ارفعه. لما كتاب يقول انتم الروحيين اصلحوا بروح الوداعة، بروح الوداعة، لازم يكون عندي النضوج الروحي الكافي ان انا لما اجي اشوف حد مجروح، حد واقع، ما خلصش عليه، لكن اسنده، اقويه، اخد بايده، اخد بايده، هقول له كمل بالظبط. كنت بتفرج على ماراثون تبع الاولمبياد قديم، وفي واحده من اللي كانوا بيجروا وقعت وتعبت، المتسابقه الثانيه معنيه ممكن تكسب فرصتها، عارف عملت ايه؟ استنيتها، طبطبت عليها وخدت بايديها وقعدت تجري معاها، وكل ما التانيه تخور في الطريق وعايز تاخد بايديها وتكمل وتكمل، خلاص قربتي قربتي. هو ده اللي لازم نعمله مع بعض، ده روح هو ده اللي تعملوه مع القرمه. هللويا، قربنا يا جماعه، صدقوني قربنا وقربت الكنيسه توصل للمحطه النهائيه. هللويا، فخلونا ناخد بايدينا، تعالوا معانا، خدونا نمسك ايدين بعض، عندنا هدف. كنت قبل الحلقه في الظهر بتكلم مع الاخ صامول، عدد سكان الوطن العربي 473 مليون نسمه، عدد سكان الوطن العربي 473 مليون نسمه. قريت احصاء لعدد المسيحيين العرب اللي هم مولودين منتسبين لاسر مسيحيه، قال 22 مليون، بس انا بقول الرقم ده قليل، خلينا نقول 30 مليون، خلينا نقول 30 مليون بما فيهم مسيحيين المهجر والمسيحيين اللي موجودين في الشرق الاوسط، 30 مليون من عدد سكان الوطن العربي 473 مليون. يبقى الغير مسيحي قد ايه؟ 440 مليون، 443 مليون. ده الهدف بتاعنا، ده الهدف، ده اللي احنا قاعدين لاجله، ده احنا اللي واقفين لاجله، ده احنا اللي بنسعى عشان نوصل لهم رساله المسيح، لاننا بنحبهم، لاننا بنحبهم، احنا مش بنغيرهم للدين. لا، فكنت بقول لاخ صامول ما تيجي نحول الدفه ونتحدى، نقول ايه؟ ان احنا في شهر 9، نقول من 9 ل 12 لما نقابلكم في عيد الحصاد، من ال 400 من ال 400 احنا قلنا المتبقي 443 مليون. ايه رايكم نقول من 9 ل 12 في 13 مليون طب احنا هنوجه السهم لل 473 مليون، بس هنقول ان في 13 مليون عايزين نخليهم يقبلوا الرب يسوع المسيح، نحطهم كهدف، كهدف قدام عينينا، نتحد كلنا على الهدف ان 13 مليون، وبعد كده بعد شهر 12 نبدا ناخد 10 مليون تاني و15 مليون، ونحط هدف قدام عينينا. ايه الهدف اللي هنبدا بيه من شهر 9 لحد ما نتقابل في شهر 12؟ عندنا 13 مليون
من ال 443 مليون اللي هم مولودين مسلمين مش لاسر مسيحيه، عايزينهم مش نوصل ليهم، احنا واصلين ليهم، واصلين ليهم والرساله وبيشوفوها، لكن عايزين ال 13 مليون دول يكونوا للمسيح. أمين. من يقول امين؟ هو ده الهدف. أمين. هو ده الهدف اللي كان عايش لاجله بولس، هو ده اللي كان بيشدد الكنائس ويقول لهم اتشددوا لان عندنا نفوس عايزين نوصل ليها. أمين. اتشددوا عندنا. أمين. نفوس مش عندنا ناس نضرب فيهم ولا غيره. لكن انا خلينا نعمل حاجه في الوقت لان الوقت بيجري بسرعه. مش عارف ازاي، لكن خلينا اقول لكم احنا لقينا حلقه ابديت هنعمل حاجتين. حاجه هوريكم بعض الكليبات السريعه للحاجات اللي عملناها في الاوقات اللي فاتت، الشهر اللي فات مثلا، وهوريكم الكارما بتعمل ايه في الوقت ده، وفي نفس الوقت خليكم معانا لانه بعد كده هنرجع تاني بخطوات عمليه يا دكتور الزيت. ازاي نثبت، ازاي نتشدد، ازاي احنا نقف على رجلينا وننتفض، وهنصلي مع بعض وناخد خطوه النهارده ايجابيه نقول يا رب من النهارده انا هنتفض، يا رب انا احول عيني عن اللي بيحصل حواليا ليك انت النهارده، وناخد خطوه مع بعض وعندنا هدف وعندنا 13 مليون نفس نجيبهم المسيح في الشهور الجايه. وكمان لما نرجع مع بعض بعد الفاصل هقول لكم، فاكرين احنا كنا اتكلمنا عن موضوع الأجهزة اللي باظت واللي إبليس حاول يعمله ونوقف أجهزة الإرسال، عارفين تخيلوا بعد 20 سنة إنه حصل إنه أجهزة الإرسال اللي بتطلع السيجنال، اللي بتطلع الإشارة، اللي بتطلع البرامج دي كلها للساتلايت باظت، وكان إبليس هدفه إنه يوقف الخدمة، لكن نشكر ربنا، ربنا وقفنا، وقف معنا ناس ادونا لونر يعني كقرض نقدر نمشي بيه، ولغاية النهاردة احنا ماشيين بيه. بس لازم في الأيام اللي جاية دي نخلص الموضوع ده، وإلا الناس دي عايزة الأجهزة بتاعتهم. ابتدوا دلوقتي يقولولنا، ابتدوا يبعتولنا إيميل ورا إيميل ورا إيميل ويكلمونا، أنا عايزين الأجهزة، عايزين الأجهزة، ونشوف احنا وصلنا فين. كان التارجت بتاعنا 700,000، بقى منه كام؟ خليكم معانا بعد الفاصل، بعد البروموز اللي هنزيحها دي هنقول الأبديت ده، وبعدين هنرجع تاني مع الأخت الزيت، الدكتور الزيت والأخ أندرو، ونشوف إزاي نقف، ازاي ننتفض، ازاي نثبت، ازاي نتوحد، ازاي نجيب ال 13 مليون. مش انا اللي هجيبهم، ده احنا، احنا فريق، احنا هنجيبهم. خليكم معايا، يلا بينا اخونا المخرج نشوف في الدقائق اللي جايه حاجات من الحاجات اللي اتعملت، ولو عجبتك حاجه منهم روح على الويب سايت بتاع قناه الكارما واتفرج عليها بالكامل. نطلع الفواصل ونرجع تاني. إنسان الله هو مجرد إنسان عادي زي ما ذكرت منذ قليل، بس خاضع لله. لابد أن تتأكد من أنه الرب ملك على حياتك. عمال أزق وشجع الناس وأنا نفسي ما خدش البركة. فمد يديك باركني. يلا نحيي يسوع الملك. أمتلك يعني المشكلة تبقى اتحلت. قد أعلن خلاصي. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. لابد أن نكون أمناء في توصيل الرسالة. هل أنا عندي استعداد للتغيير؟ احفظ كلامه جوه في قلبك يحفظ. يا رب يخزى المضاد وينتصر اسم يسوع وحده. إنك أنت أفضل من الزول اللي حياته خلصت. انت موجود هنا عشان ربنا داير يديك. انت
المن الذي يشبع قلبي. نعظمك لأنك بعدما مت وقمت جلست في عرش أبيك. الإنسان الأول اللي هو آدم إنسان بطبيعته زي ما اتخلق، لكن الإنسان الثاني الكتاب المقدس يسميه هو المسيح. بنى بيته على الصخر، سيب الدنيا تعك وتيجي المطر وتيجي هيثبت لأنه مبني على الصخر. كل الكتاب هو موحى به من الله. اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام. وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه. ده هيديني قيمة إني أكون إنسان في المسيح يسوع. هاليلويا هاليلويا. إحنا بنعلن إيماننا إن الكلمة الحية اللي بنسمعها في هذا اليوم هي كلمة للحياة. ده مكاني فيه هو أماني. أنا محتاج يا رب يسوع النهاردة أجيلك بالحالة زي ما أنا. وأغني من مثلك. شعبي بس عنده أكبر أزمة وأول أزمة إنه عايش حياة بلا هدف. أنت لي أنا لك. لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. من ألمات ترفع وتصور. بيعشق صوتك، بيحب يشوف وجهك. ايدك كده على قلبك وتقول له انا ادعيني. انا عايز اعرف انا مين فعليا. للرب إلهك وحده تسجد وإياه وحده تعبد. هذا هو اليوم الذي قد صنعته سأفرح بما أبدعته. هاليلويا. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك. كلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام. الكلمة تملى وعدك حق. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. وأنا رايك دايما برايك. كل مرة تبقى مكتئب وحزين أعلم إن الشيطان حزنك. صدقني خبيني بشخصك وانت ظهر فيا. ويدينا نهضم الكلام، ويدينا نحول الكلام لحياة. رسمك ده في خيالي دايما على بالي. وكل ما شفنا مجده صافين حاجة نتغير. بنصدق رب ان الضعف اللي داخلين بيه مش هنخرج بيه، لان لمساتك تاريخية يا رب بتحط تاريخ النهاردة على كنيستك. تعال المس كل احتياج موجود في وسطينا، تعال المس كل امراض موجودة في وسطينا. يسوع قد شق يسوع ليك انت وحدك العبادة. اللي بنعمته يدوب أسوتنا وأنانيتنا. أنا ماليش غيرك انت يا عزايا وسلام. وصلي أن الروح القدس ينهضنا ييقظنا.
الراجل يحب مراته زي ما أحب المسيح الإيه؟ الكنيسة. مين يؤمن أن الرب يسوع في هذا المكان؟ ليه أذكر خليقي في أيام شبابي؟ لأنه وقت التغيير. احنا محتاجين المسيح يبقى في سفينة حياتنا. حارب حرب الليلة يا رب واكشف كل خبايا بنورك. فرصتك الليلة بتبقى حقيقية. انت وحدك تستطيع. نظفني غيرني. رب ايده عليك الان. انا جاي للبشر علشان احييهم. يسوع بيدي لك حياه ابديه. لسه بيوعد ويوافي. يعظم انتصارنا بالذي احبنا. ابي كسر شوكه الكرامه. انا الكرمه الحقيقيه وابي الكرام. الوقت اللي جاي اكون ثابت. انا بفتح المساحه لملء الروح القدس. بس ما تقولوش تعبت ومش مكمل. تقول له تعبت ومحتاج معونه. لكن المسيح سدد كل ديوننا على عود الصليب. ربنا ما بيعمل عمل ناقص. الرب صالح والرب معزي. تفتح أبواب. All these things happen in a believer's life because we know that the enemy wants to disrupt and destroy the work that God. Be prepared to suffer hardship. اعمل حاجات توزن قدام كرسي المسيح. Prepare to position yourself in those areas where you can be salt and light. أكثر مؤمنين متمتعين بغنى الرب وغنى الملكوت هم المؤمنين الذين جعلوا الرب سيد حقهم. رب ادينا النهاردة فكر المسيح يا رب. وسط الليل الدامس أيوة وجودك لامس. اليوم اللي وعدك فيه إنه هيستخدمك هيعرف يستخدمك. محتاجين نتغير علشان نرجع للصورة الأولى. أشهد قدام الكل إنه تغير مصيري. فالإنسان عنده أي نوع من البر الذاتي هذا الإنسان لا يحصل خلاص. صرنا مكملين بروح القدس يهديني. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. نحن نعتزل ضد الخطية تعليمية أو أدبية. عدي بيا كل عديني السدود. ولادنا وعائلتنا بركة اديها لنا الرب. اغسلني ربي بدم الصليب. ارفعني ربي انت تصنع المحال. انت يا صاحب الوعد بتضمن. عارفين وانا بتفرج على بعض الكليبات السريعه بقول الله مبارك اسمك يا رب، ونفسي ارجع واسمع ترانيم من دي، ونفسي ارجع اسمع وعظات حتى من الحاجات البسيطه. واحنا بنقول كل ده برامج لو اكتر من كده بكتير. احنا ما رضيناش نكمل، انا معايا لسته كبيره. احنا وقفنا لان احنا خدنا وقت طويل في الفاصل ده، في حاجات تاني بعد كده ويمكن ما يكونش في وقت نقدر نعملها، لكن ممكن نضيفها على المره الجايه باذن المسيح. اللي احنا نعمله دلوقتي انا بفكر واللي بيحصل ده واللي حاصل ده، يا ترى قلب الله فرحان ولا مين فرحان؟ مين اللي فرحان في اللي بيحصل في الظروف اللي بتحصل دي؟ وانا في يومي بعد نهايه يومي بعد ما برجع وانا قبل ما نام بيكون روح الله فرحان جوايا من اللي انا عملته طول اليوم، من اللي ربنا استخدمني فيه طول اليوم، ببقى سعيد فرحت قلب الله
ولا إبليس هو اللي بيزغرط وفرحان إنه عمل من خلالي انشقاقات، ولا عمل من خلالي حاجات ما تمجدش اسمه، ولا حياتي عدت عادية يوم عدى واشتغلت. ويا دكتور زدت الواحد، انت عارفة بالواحد بيشتغل 10 ساعات 12 ساعة وعبت ما يرجع ويشوف العيال ومش عارفية بس لاقي الحياة اليوم ضاع والاسبوع لا الاسبوع ضاع واليوم انا بتكلم ده لسان حان الناس اللي انا بسمعهم يقول لك ايه اليوم راح والشهر والاسبوع راح والشهر راح والسنة بتاع مين اللي يصدق احنا داخلين شهر 9 دلوقتي السنة راحت قرت راحت وتدس تلاقي العمر بيجري وابليس بيعمل ايه وروح الله فين. الدقايق اللي جايه زي ما وعدتكم هقول لكم ايه اللي حاصل في الاكويبمنت وصلنا لغايه فين، وبعدين هدي الكلام للدكتور الزيت والاخ اندرو. والنهارده الحلقه دي مش هتخلص غير لما يكون انت اخذت موقف مختلف النهارده ويكون في علاقتك مع ربنا. يس في علاقتك مع ربنا النهارده وتقول يا رب انا عايز افرح قلبك. أمين. انا عايز ارجع لفرحتي القديمه، انا عايز ارجع فرحان، انا يا رب مش حاسس بالفرح، مش حاسس بالسلام، ابليس راكب ومدلدل، انا يا رب النهارده عايز الموضوع ده يتغير. خليني عشان انا مشتاق جدا للوقت اللي هناخده بعد كده ونتكلم عن نقاط عمليه هنعمل ايه، هنقول 1 2 3 هنعمل كذا كذا كذا، والمعلومات لوحدها مش هتغيرنا، فهنشوف هنعمل ايه في الاخر. لكن زي ما وعدتكم اقول لكم ان بدانا الكامبين بتاع الاجهزه وكان مطلوب مبلغ 700,000 لو تفتكر الدكتورة زيزيت في شهر يونيو اللي فات. بشكر ربنا لأجل محبتكم، بشكر ربنا لأجل تشجيعكم. النهاردة اللي باقي 263,000. أنا عارف أنه في الإيميل اللي فات، على فكرة قناة الكرمة بنبعت إيميل كل أسبوع في كل الحاجات اللي بتحصل الجديدة، كل الإيفنتس الجديدة، كل الحاجات اللي بتحصل، وبنبعت رسالة خاصة مننا وأبديت وشهادات ورأي الناس في الكارما. وفي حاجات جميلة جدا لو مش بيوصلك الأخبار بتاعت قناة الكارما الأسبوعية اتصل بينا دلوقتي أو روح على الويب سايت وقول ابعتولي الإيميل اللي فيه كل أخباركم. بنبعت كل إيفنت كل حدث بيحصل في أي حتة في أنحاء العالم وبنقول لكم عليه. لو مش بيوصلك الإيميل الأسبوعي ده احرص أن أنت يحصل يوصلك. فزي ما كنت بقول لكم يعني في الايميل اللي فات انا كنت بقول ابديت عن الاجهزه وكان وصل لغايه 275، النهارده اللي باقي 263. نشكر ربنا. بس مهم جدا على فكره لو الرب بيكلمك انك تقول انا هشيل 10% منهم 20% منهم اشيلهم كلهم من فضلك، ده مهم والوقت بيزنقنا ولازم ناخد خطوات عمليه في خلال الاسابيع القليله اللي جايه دي. لازم نكمل الموضوع فعلا حرج. وانا النهارده كنت بتكلم مع مهندسين ومع ناس بقول لهم صلوا معانا انه لازم ربنا يتمجد ويثقل على قلب ناس من حضراتكم ويقفوا معانا في الموضوع ده. زائد الاشتراكات الشهريه مهمه جدا ان احنا نكمل، فانا بشجعكم الاشتراكات الشهريه مهمه. واتضايقت جدا بصراحه، خليني افتح لكم قلبي جدا، من بعض الاشخاص اللي مش فاهم ازاي يقولوا لو ما شلتوش فلان او شلتوش كنيسه فلانيه احنا هنوقف التبرع عن قناه الكارما. ازاي بتقول كده اصلا؟ ازاي تفكر في كده؟ ده الصوت اللي ربنا بيستخدمه دلوقتي انه احنا من خلال قناه الكارما بنحاول نشد ده ونشد ده ونطلعهم بره المواضيع دي ونركز على الرؤيه. ده بالعكس، ده احنا لو وقفنا اذاعه حاجات زي كده ده ممكن تبقى الدنيا صعبه جدا. فانا بشجعك انك تقف معانا في الوقت ده، تقف معانا بصلاتك، محتاجين صلاتك، صلاتك، صلي لي، صلينا، صلي للبرامج اللي بتطلع على قناة الكارما، صلي ربنا يدي نعمة وحكمة، حكمة للقادة في الأيام دي، وصلي، وانت بتصلي كمان دعم العمل، محتاجين شركاء شهريين، لسه عندنا جاب كبيرة جدا شهرية، عندنا فجوة في المصاريف ما بين المصاريف وما بين الدخل، مع ان احنا بنقلل المصاريف جدا، لكن محتاجينك شريك شهري معانا في قناة الكارما. ولو انت بتقدم $50 وتقدر تعملهم 75 من فضلك اعمل كده، اعملي كده. لو بتقدم 30 تقدر تعملهم 50 اعمل كده، 100 تقدر تعملهم 200 او اكتر اعمل كده من فضلك، من فضلك عشان نقدر نكمل. اقوى صوت في العالم دلوقتي موجود في العالم المسيحي هو صوت الرب في قناة الكارما. فانا بشجعك وبشجعك اقف معانا، اقفي معانا، صلينا، صلينا. امين في اسم المسيح. طيب هنرجع تاني نقاط عملية، وانا وانت وانتي
مش هنطلع في النص ساعة اللي جاية دي غير لما يكون في تغيير في حياتنا للصح للي ربنا عايزه. هبدأ دكتور زيت لو عايزة تقولي نقاط معينة, أو الأخ أندرو لو عندك نقاط إيه اللي نقدر نعمله, وبعدين ممكن دكتور زيت تفقدنا في صلاة ونصلي مع بعض أو أمين. زي ما ربي يقودكم. الآية اللي رب قادك تكون الشعار النهارده تشددوا في الإيمان, إزاي نعمل ده, إزاي نقدر نوصل, لأنه الـ لأن ده اللي هيفرق في الكنيسة, وده اللي هيفرق في حقل الرب, وده اللي هيفرق في دايرة ملكوت الرب, وده اللي هيفرق على مستوانا إحنا شخصيا. أول حاجة في آية موجودة في قرنثوس الثانية صح 13 بولي جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. عشان أثبت على حاجة لازم أعرف أن الحاجة دي حاجة حقيقية. يبقى أول خطوة عملية أراجع نفسي وأفحص نفسي وذاتي, هل أنا بتبع يسوع ولا بتبع أشخاص؟ صح. هل إيماني إيمان حقيقي ولا إيماني كانت خطوة مبنية على مشاعر نفسية؟ جربوا ما فيهاش حاجة غلط, جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ يبقى عشان أوصل لتشدد بالإيمان لازم أعرف نوع الإيمان ده إيه. الإيمان اللي أنا عايشه ده هل إيمان نفساني زي ما بيقول في يعقوب نفسانيون؟ هل إيمان نفساني؟ هل إيمان متأثر؟ هل إيمان عقلي؟ هل إيمان عقلي؟ هل تبعية وخلاص؟ مشكلة لوط, ما احنا بنقول خطوة عملية, إيه اللي خلى لوط يروح لسدوم؟ إنه كان ماشي ورا إبراهيم. عشان في آية بتقول السائر مع إبرام. عزيزي أخي أختي, نحن لسنا مدعوين لنسير مع الناس صح. أو خلف الناس, لكننا مدعوين لنسير مع الرب يسوع المسيح وخلف الرب يسوع المسيح. دي الخطوة الأولى. تعال النهاردة قول أنا تبع ليسوع مش تبع لمسميات. إبليس عايز يفرقنا ويحولنا إلى أسماء وتكتلات وشلل, لكن النهاردة الرب يسوع بيعمل أنا جماعة بأمانة أنا بشكر رب لأجل الأخ صامول أنه الرب شغله أن الحلقة دي تبقى موجودة, وما افترض أن الحلقة دي تبقى كان من الأسبوع فات أو عشرة أيام فات. أمين. الرب ليه؟ لأن الرب عايز يعمل تصحيح, لأن الرب النهاردة عايز يدي جرس إنذار لينا. وأنا بقول الكلام ده ليا أنا. نوع الإيمان بتاع هتشدد بالإيمان إزاي؟ هتشدد في حاجة اسمها عملة مزيفة وعملة حقيقية. في بعض الأدوية بتتقلد مرات, ناس تقول طب الدواء ده ليه ما جابش نتيجة؟ ممكن يكون دواء متقلد مزور. مرات تقول ليه أنا مش قوي بالإيمان؟ راجع نوع إيمانك. يبقى أول خطوة عملية تخصك أنت وأنت في أوضتك وأنت في مكانك, راجع نوع إيمانك. الإيمان ده إيمان حقيقي ولا لا؟ افحص نفسك, افحص ذاتك, عشان ما تخليش الوقت اللي جاي يضيع عليك, عشان ما تعيش اللي جاي زي اللي فات. لو ما فيش تغيير, بصوا المؤمن زي الزرعة. الزرعة إيه اللي بيخليني أعرف أن الزرعة البذرة اللي أنا حطيتها في الأرض بذرة حقيقية؟ أول حاجة بتشق الأرض وبتطلع بورقة خضراء, بعد شوية الورقة الخضراء تكبر شوية تتحول إلى عود, العود يتحول إلى شيء أخضر ثمر بيطرح. هل الزرعة بتاعتي؟ فتخيلوا أنا بقعد أراقب مرات بعض الحاجات اللي بتتزرع في الأرض, ألاقي حتة ورقة خضراء طلعت, بعد شوية بتكبر, يعني في نمو يومي. اللي يمتحن لي تقول لي يعني أجرب نفسي في الإيمان, شوف إيمانك بيزيد كل يوم, شوف في نمو روحي كل يوم, شوف في أنت بتتاخد من مرحلة إلى مرحلة ولا لا. ده رقم واحد. الخطوة من عندك, شخص حالتك. كلنا إيه اللي بيخلينا نروح للدكتور؟ إن بنحس بتعب. طيب أنا بحس بتعب, لما بحس بتعب هنا يبقى دكتور قلب, لما بحس بتعب في التنفس يبقى دكتور خاص بالرئة, لما بحس بتعب في المعدة يبقى دكتور معدة, لما بحس بتعب بصداع يبقى في حاجة هنا, لما بحس بتعب في عينيا هل ينفع, سوري متأسف يا دكتور, هل ينفع أحس بتعب في عينيا أروح لدكتور نسى ولادة؟ لا طبعا. هيقول لي إيه اللي جابك هنا؟ انت رحت الحته غلط. فالحاله اللي انا بحس بيها
هي اللي بتحركني عند أي نوع من الدكاترة أنا بروح. عشان كده أول خطوة عملية افحص نوع إيمانك، افحص نوع إيمانك، ودي خطوة أنت لازم تقوم بيها. تاني خطوة عملية أنك لازم تعرف اتأسست إزاي. اتأسست إزاي؟ في الموعظة على الجبل يقول كده الرب يسوع، ده مش كلام يعني، فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها. يعني في حاجتين لازم يمشوا ببعض، يسمع ويعمل. اعمل ايه؟ وشبهه برجل عاقل. انت سمعت مين؟ تعال النهارده بقى نتحرر من الشلاليه والاسماء والمناصب. تعالوا النهارده نرجع تاني، احنا كنا في غربه عن كلمه الله. امين. نرجع لكلمه الله، نسمع الرب يسوع، يكون هو رئيس ايماننا، يكون هو اللي بننظر عليه، نكون هو اللي عايشين لاجله، نكون هو اللي بنحقق اهدافه، نعرف احنا اتبنينا على فيه. رقم ثلاثة في افسس 4، افسس 4 يقول كده انه آية خطيرة جدا، يقول لكي تكونوا فيما بعد، لكي لا تكونوا فيما بعد اطفالا محمولين. اطفالا، الرب مش عايزك طفل، الرب عايزك شخص رجل. كونوا رجالا تقووا، ده الهدف اللي ربنا. هنا الكلمة في اللغة اليونانية مش بتقصد الذكورية، لكن الكلمة في اللغة اليونانية تقصد الشجاعة والقوة والتحدي والعزيمة والإرادة. فالرب عايزنا طيب، بس بيحذرنا من حاجة في أفسس 4:14، لكي لا تكونوا فيما بعد أطفالا. وحط لينا ثلاث حاجات هي شكل حياة الطفولة اللي الرب عايزنا نتخلص منها. أول حاجة مضطربين. الكلمة في اليوناني تعني تموج الأمواج. يعني إيه؟ مزاجيين. مودي. الطفل مودي، يزعل شوية وفي نفس الوقت يضحك بعد شوية، يتشعبط في لعبة، يزن، يتقمص بسرعة، يروح مع أي حد. الرب عايزنا رجال يا جماعة في الإيمان، الرب عايزنا أبطال. الخطوة الثالثة، راجع حياتك، هل لسه أنت طفل ولا بتنمو؟ لسه طفل ولا بتنمو؟ مضطربين يعني متموجين. الحاجة اللي بعديها ومحمولين. محمولين يعني بيتشال من إيد لإيد. حضرتك عندك أحفاد، فبتعملي إيه؟ بشيلهم. وبعد شوية يجي واحد يقول لك إيه؟ الدهني. وبعد شوية تيجي مامتها تعمل إيه؟ الدهالي. بعد شوية من إيد لإيد. لكن سوري، هل في حد يقدر يشيلك؟ لا. او ياخدك من ايد لايد. الكبير ما يتشالش، الكبير يشيل، الكبير يشيل. لكن مين اللي بيتشال؟ الاطفال، الطفل الصغير يتنقل من ايد لايد، من ايد لايد. عشان كده بيقول لا تكونوا فيما بعد اطفال محمولين. رقم ثلاثة، بكل ريح تعليم، كل من هب ودب يقول لي كلمه. النهارده احنا عندنا مصيبه كبيره جدا. ايه المصيبه دي؟ التليفون ودوث على لايف، واطلع اقعد وانت قاعد على الكرسي بتاعك في البيت وقول والناس بتتفرج. واخرب الدنيا ومش عارف تبعيات الكلام ده ايه، ومش عارف تاثيره على صغار النفوس. من كام يوم قعدت احسب حزبه، وزي ما قلت لكم كده، عدد المسيحيين في الوطن العربي 22 مليون 30 مليون. لقيت اللي بيعلقوا وسخنانين قوي 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 في كل الصفحات لا يتجاوز ال 3000. يعني ايه؟ يعني عندي 29 مليون و 997 الف تايهين في السكه، مش في الموضوع خالص، وجزء منهم تايه في السكه. يس. انا بكلم ناس كتير، في ناس ملهاش في الدنيا دي خالص، ويقول لك يا عم سيبك من ده، فلان وفلان وفلان. حقيقي صح ولا لا؟ وده اللي قلته. وده اللي بحاول هرجع لك تاني أندرو وتكمل في النقطة اللي انت بتكلم فيها بعد اذنك. بس انا عايز ارفع عينيكم ان كل الشوشرة واللي حاصل ده، ده كله مجموعة زي ما بيقول لك أندرو، صدقني ما بيزيدوش 3000 واحد، ولا حتى ولا بيوصل للرقم ده. بس يعني خلي 3000 واحد، ولا حتى قول خمسة. بلاقي الاسماء هي هي في كل الصفحات، هي في كل الصفحات، وبيتصلوا بينا برضه هم هنا وهنا، ويسخنوا وفي التعليقات ويردوا على بعض.
ويعملوا جروبات ويردوا على هم نفس الاسماء نفس الشخصيات. انا جيت الاسبوع اللي فات ولا قبل قلت مش عايز افتح حتى الفيسبوك ده اصلا ولا اشوف وبحاول. انا في المطبخ يا اخي صامون, يعني المطبخ يعني الخدمه. انا اعرف اسماء من اللي بتسخن الدنيا, متغاظه لان مش على المنبر ده, متغاظه لان شايفه نفسها افضل من الخادم الفلاني على القناه دي. واو. فالحرب هنا حرب مش مقدسه, الحرب هنا حرب بدوافع. انا عايز اهد ده لان ما ادانيش فرصه, انا عايز اهد ده لان انا ازاي معايا الشهاده الكبيره دي ومش موجود مكان الفلاني ده للاسف. وبيصدر كلمات قويه بتتكتب لكن انت مش عارف ايه الحقيقه اللي جوه. عشان كده تعالوا بلاش ننزلق ورا, ربنا يبارك الكل ولا اشكك في دوافع احد, بس بلاش ننزلق ورا ناس ممكن يكون عندهم حسابات تصفيات. وتعالوا النهارده نقف ورا الرب نبارك. والحق يا جماعه زي النور ما بيتخباش ولا بيتدارى. حد يقدر يخفي النور؟ النور ما بيتخفيش, والحق الكتابي زي النور, والكتاب واضح. لا ينفعش نتحايل عليه ولا نلفله ولا نعمل, الكتاب واضح. عشان كده بيحذرنا الكتاب لكي لا تكونوا فيما بعد اطفالا. طب يا رب ايه الاطفال دول؟ واحد, مضطربين قلقانين على طول ومتموجين على طول. اتنين, محمولين بيتشالوا, اي كلمه بتشيلهم واي كلمه. تلاته, بكل ريح تعليم. اربعه, بحيله الناس. خمسه, بمكر الى مكيد. يعني ابليس بيجي بمكر عشان يضيع. لاحظت حاجه, عيد الحصاد اللي فات كنا بنتكلم عن ارقام الرب اتعامل معاها بطريقه حقيقيه. فاكر جات الهوجه, اربط الاثنين ببعض وبص ابليس, اربط الاثنين ببعض. شوف عيد الحصاد اللي فات كنا بنقول الرب اتعامل مع الف وشويه, اتعامل مع مش عارف مع ده, وصلينا مع ده, وكنا بنقول ارقام حقيقيه, ارقام حقيقيه. وابليس عارف ان دي ارقام حقيقيه حصل ليها خلاص على الارض. عيد الحصاد اللي فات شهر 6, احنا في الدوشه دي بقالنا شهر وشويه, وفي الحرب دي بقالنا. شوف ايه اللي حصل, لان ابليس يقول لك الناس دي لو سبتهم صحيين, ده بيتكلموا عن الاف ويتكلموا عن ملايين. لو سبتهم صحيين لا اعمل ايه, اعمل دوشه ليه, اشحن طاقتهم في حته تانية, خدهم في حته تانية. عايزين نرجع للهدف. خطوات عمليه, امتحن ايمانك. اتنين, اعرف انت متاسس على اي كلام, مين, كلام يسوع ولا كلام ناس. ثلاثة, اعرف انك انت مدعو انك تكون, يقول كده في افسس 4, الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان. نحن نقوم مع بعض, مش نفرق, مش نقسم, مش نخاصم, نكون مع بعض. هي دي الروشتة العملية اللي الرب بيحطها النهاردة عشان نتشدد في الايمان. امتحن نوع ايمانك, امتحن التعليم اللي انت تأسست عليه, على اي اساس تعليم انت تبنيت. رقم ثلاثة, اعرف انت طفل ولا بتوصل لسه واقف محلك سر. بصوا, ومعايا دكتورة, في اولاد بيتأخروا في المشي والحركة, وفي اولاد من 9 شهور تلاقيه بيتنطط. ده ناتج لايه؟ ناتج لرغبة الطفل نفسه. انا اتذكر يوم ما فطمت بنتي وفطمنا بنتنا, قعدت تصرخ يومين ومش عايزه تاكل. عارفين ليه؟ عشان عايزه اللي هي متعوده عليه, عايزه اللي بتستسهله. الرضاعه, هي يا دوب متاسف تفتح البق الببرونه محطوطه, الرضاعه سهله, الرضاعه ما فيهاش هضم, الرضاعه ما فيهاش حركه للفك, الرضاعه ما فيهاش حركه اسنان, الرضاعه فيها يا جماعه شفط. اوعى تكون عيشت وكيفت نفسك على الرضاعه. الرضاعه مش هتنميك, الرضاعة لمرحلة صغيرة كأطفال. كده بيقول كأطفال مولودين الآن, ما هو اشتهوا لبن العقل العجيب. لكن هنا بيقول إيه؟ كي لا تكونوا فيما بعد أطفال. خلاص, كفاية كفاية طفولية بقى, خناقة أو خصام وأمصة. يعني مع احترامي, هل في شخص ناضج يرجع في تعهده؟ مش فاهم أنا إزاي ده. بيقولوا في المثل البلد الراجل يتربط بكلمته. وثانيا, خلينا ننصح النهارده المفاهيم. انت تتبرع لقناه القرم عمل ولا للرب ولا للاخ صامول ولا للفلان اللي مش عاجبه ولا ليا ولا لاي فلان؟
أي أقول لك كده، إن كنت تتبرع للأشخاص خليك ورا الأشخاص بالزبط. ربنا يباركك، لكن إن كنت تدعم عمل ملكوت الرب وملكوت الرب أمين. خليك وراه وشوف الثمر. اوعى يكون تبرعك مبني على استحسان شخصي، اوعى يكون تبرعك مبني على عاطفة بكلمتين بأثر بيها عليك، لكن خلي خطوتك اللي بيحركك فيها الروح القدس، لأن الروح القدس هيقول لك على المكان اللي بيثمر اللي بيجي منه ثمر. عشان كده النهاردة دعوة للتشدد في الإيمان، والتشدد في الإيمان يعني احنا بنروح نكون رجالنا تقوى، رجالنا تقوى يعني على قد العهود والوعود، واقفين ما بنرجع ما بنتقمص. الراجل متأسف مش بقصد الراجل ذكورية، الشخص الناضج ما بيتقمص، الشخص الناضج ما بيزعلش ويقولك مش لاعب معاك، هي مش لعبة ولا فريق. الشخص الناضج مقدر المسؤولية، مقدر المسؤولية. أنا راجل أب في بيت، ينفع أجي أقول لمراتي مثلا نورة أو أولادي أنا بطلت أكون أب؟ ينفع يجي أب في يوم من الأيام ويقول أنا بطلت أكون أب، بطلت أصرف عليكم وبطلت أصرف عليكم؟ ينفع؟ ده القلب اللي الرب بيدور عليه أخ أندرو، لما كتاب بيقول في معلمين كثيرين ولكن ليس أباء كثيرون. بالضبط. الأب اللي هو بيسند وبيشدد وبيتحمل المسؤولية واللي بيبني في ملكوت الرب، مش إن هو أنا يعني فرق بين المدرس والأب إيه؟ المدرس عنده ساعتين ثلاثة في اليوم هيقول المادة ويمشي، يمشي العيل نجح بقى التلميذ فشل، مش فارقة معاه، هو بياخد مرتبه. بالضبط، في على سبيل أجرة. فهل في القلب على الأجير ولا فعلا الراعي الصالح اللي يبذل نفسه عن الخراف؟ مش اللي يستنفع من الخراف، مش اللي يستنزف قوت الخراف، مش اللي يبني حياته على أكتاف الخراف، لكن اللي ده الفرق بين الراعي الصالح والأجير. خلينا النهاردة نبص على فعلا، عارف وأنا بقلب يا أخ أندرو لقيت الآية في أعمال 20 لما بولس كان بيودع كنيسة أفسوس، بيقول يعني ارعوا رعية الله، لا بيقول إني أعلم بعد ذهابي إنه سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم أيوة سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. يعني شلالية، يعني أنا عايزة دول ناس دول يمشوا ورايا. لكن رد فعلهم إيه؟ ما قال لهمش بقى اتخنقوا عرفوهم مكانهم، لا قال لهم لذلك اسهروا. كلمة اسهروا دي يقظة روحية، مش ان انا ابقى مغيبة وان انا متشتتة، لكن ابقى سهرانة زي الحارس اللي واقف على الـ 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 الاسوار، اللي بيشوف العدو من بعيد، اللي مش زي ما حضرتك بتقول في الجيش مش متشتت، لكن عينه على الهدف، عارف العدو يجي منين. كذا حاجة أنت قلتها أخ أندرو بس ما حبيتش أقطعك. النبتة اللي أنت بتتكلم عنها زي ما الرب قال اللي يسمع كلامي ويعمل بيه أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. زي فاكر لما في مثل الزارع لما قال إن في بعض وقع على الأرض المحجرة، خرج الزرع ليزرع، أوكي وقع بعض من البزار على الأرض المحجرة وفي الحال نبت لكن ليس له أصل جف. إمتى؟ لما طلعت الشمس، لما جت الحرب، لما جت تحدي، عمل إيه؟ قال باع القضية خلاص أنا مقلوش لأن مقلوش أصل. الشمس حرقته، الشمس بينت الأصل بتاعه إنه هش وضحلي جدا. خلونا النهاردة نقول يا رب لا، عايز قلبي يبقى زي الأرض الجيدة اللي تنبت 30 و60 و100، ما نبقاش محمولين بكل ريح تعليم، ما نبقاش واخدين يعني في الآية اللي حضرتك ذكرتها إلى مكيدة الضلال. والرب يسوع في متى 24 لما كان التلاميذ بيقولوا له قول لنا إيه علامات نهاية الأيام، أول حاجة قالها لهم انظروا لا يضلكم أحد. أول علامة من علامات آخر الأيام الضلال. إيه اللي يحميني من الضلال؟ إن أنا أكون مثبتة في الحق، إن أنا أكون علاقتي حقيقية شخصية، مش تبعية، مش قبلية، مش هلالية، لكن علاقتي أنا تكون حقيقية مثبتة في صخر المسيح.
المسيح هو صخر الدهور اللي نبني حياتنا عليه. فلما تيجي الرياح وتيجي الزوابع لأنها جاية جاية، لكن الكتاب يقول إيه؟ إنه البيت ده فضل واقف لأنه كان مبني على الصخر. أنا بصلي النهاردة عمليا نعمل إيه؟ شوف يومك بيتقضى إزاي، شوف أفكارك بتروح وتجيب إيه، شوف عينيك بتشوف إيه، ودانك بتسمع إيه، أفكارك بتفكر في إيه. يا جماعة إحنا لازم نكون آنية مخصصة مقدسة للرب. ما ينفعش كل حاجة هب ودب ماشي، كل إعلان، كل أغنية، كل مشاجرة، لازم تكون أبوابنا يعني كل الحواس الخمسة اللي ربنا مديها لنا، عينينا ودنا أفكارنا سلوكنا تخيلاتنا. يعني الكتاب يقول إن أفكار قلب الإنسان، الحاجات اللي بتفكر فيها، الحاجات اللي بتسرح فيها، حاجات بتبني حياتك الروحية ولا حاجات بتهد، بتتفرج على إيه، بتسمع إيه. لينا كل الوقت 24 ساعة صح، زي ما صامول كان بيقول ممكن أكون بشتغل 10 ساعات و 12 ساعة في اليوم، وأنا بعمل كده فعلا ساعات، لكن ال 10 ساعات دول وانا في الشغل قلبي مرفوع ازاي، بفكر في ايه، ليا صله بالرب قد ايه. يا جماعه ما ينفعش نكون بنقول على نفسنا مؤمنين حقيقيين واحنا لينا معيشه العالم واحنا زينا زي بقيه الناس. اللي الناس بتنفعل بيه انا بنفعل بيه، الناس بتفكر فيه انا بفكر فيه، الناس بتخاف منه انا خايفه منه، الاضطرابات اللي راحه وجايه والزوابع انا كمان بتفاعل معاها بنفس الطريقه. ما ينفعش النهاردة زي ما الأخ أندرو قال، تعالى نقف تاني ونراجع حساباتنا. أصلي أنا الجذور اللي قبل ما النبتة دي تطلع في سنتي فوق الأرض بتمتد الجذور لأمطار تحت الأرض. أمين. النهاردة عايزين نرجع نشوف أمين. الأصل اللي احنا بنينا حي. أنا أي نوع تربة؟ أنا زي الأرطريق بقبل وكلمة لثانية ويجي الشيطان يخطفها لأن أنا مصيدة سهلة؟ هل أنا زي الأرض المحجرة لما تيجي شمس التحديات ما بلاقيش أصل وجف؟ أنا زي الشوك، الأرض اللي بذر اللي وقع في وسط الشوك، هموم العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة، ولا أنا فعلا ليا تربة جيدة؟ أقول يا رب ثبت كلمتك فيا، ثبت محبتك فيا. لما موسى وإلي ظهروا مع الرب يسوع في جبل التجلي كانوا قديسين حقيقيين، لكن الرب يسوع الله الأب قال إيه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. كتاب يقول فرفع عيونهم ولم يروا إلا يسوع وحده. النهاردة في موسى وإليا كتير والكلام كتير، لكن النهاردة عايزين نثبت عينينا على الرب أمين. يسوع نفسه أمين. لأن إلهنا إله غيور. أمين. يوم لما يشوف عينك على موسى وعلى إليا هيروحوا من المشهد. أنت النهاردة كخادم لو أنت بتجذب الناس ليك أنت، النهاردة ربنا يشيل من المشهد. النهاردة ربنا بيعمل تصفيات وغربلة. لما الرب قال لبطرس في آخر ليلة الشيطان قد طلبكم يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. الشيطان عايز إيماننا يفنى، عايز إيماننا يتزعزع، عايز إيماننا وعيوننا تتشتت من العذاب الحقيقي. فالنهاردة في اسم يسوع بنصلي الحلقة دي تكون فعلا أنت بتتشدد في إيمانك الشخصي مع الرب في اسم يسوع. أمين. أمين. شكرا لك يا دكتور الزيت، شكرا لك يا أخ أندرو. الوقت عدى هوا، بس لنا دقيقة و24 ثانية ونختم حلقتنا. أنا أخد تشدد شجع، كونوا رجالا وقفكوا كملوا. أنتوا مش بتكملوا مع أشخاص، أنتوا بتكملوا مع الرب يسوع المسيح. أمين. بتكملوا مع عمل الرب أقامه اللي يثبت الثمر، نتائج العمل. ربنا يبارككم. أمين. شكرا لكم مرة تانية، خليكم معنا وتابعوا في الأوقات اللي جاية، وصلوا معنا لأجل قناة الكرمة. من فضلك وقف معنا ودعم وعضد العمل ده. وده عايزة أشجعك، أشكرك يا أندرو لأجل النقط والدكتور الزيت اللي قلتوها الجميلة الكتيرة. نفسي أخد دقيقة أو اتنين من الكنترول روم لو تسمحوا لنا. أنا عارف إن في جداول، يمكن نقدر ناخد دقيقتين مثلا. هطلب من الدكتور الزيت تصلي في دقيقتين يا دكتور الزيت بس. لكن أنا أطلب حاجة من حضراتكم، امتحن إيمانك، امتحن تعليمك، لأن أنا عارف في ناس كتير من اللي بتعلق في الزفة ضيعة. حياتك الروحية مش موجودة، أنت بتسقف للزيطة. فأنا عايزك تمتحن إيمانك، امتحن تعليمك، ما تكونش محمول بكل روح تعليم. ده يشيلك وده يشيلك وده يوديك وده يجيبك، وده قال كلمة حلوة تسقف له، وده قال حاجة. قبل ما تحط صبعك على الفيسبوك
وتكتب كومنت وتنقد ناس وتقف ضد ناس وقول انا بكتبه ده هيمجد اسمك يا رب ولا لا. شيل صبعك، ما تكتبش حاجة تعمل انشقاق، ما تكتبش حاجة تفرق جسد المسيح. اتعلم، في حاجات بنسمعها بنتعلم منها جميل جدا، لكن خليك وافتكر ان عندنا تارجت في قناة الكارما الشهور الجاية، عندنا 13 مليون نفس نجيبهم للمسيح. تقف معانا ولا تقف مع انشقاقات؟ خليك معانا، اقف معانا، صلي مع العمل في قناة الكارما. عايزين رجال، والرب اقامك واقامك بطل وبطلة، وارفض كل افكار ابليس اللي بيجميها عليك، عشان هدف ربنا في حياتك اهم. ربنا عايز يرفعك من الوجع الدماغ ده كله ويوجه عينك عليه ونجيب نفوس لجلاله ونمجد اسمه. امين امين. دكتور الزيت، يا رب بنشكرك من كل القلب، يا رب بنعظم اسمك لانك انت الوحيد الساهر على كلمتك لتجريها. بشكرك يا رب لانك انت قلب الراعي، يا رب الراعي الصالح اللي بذلت نفسك عن الخراف. يا رب انا بصلي من اجل كل واحد وواحده النهارده بيسمعنا في اسم يسوع. يا رب النهارده تعالى بروح يا رب القدس، ويا رب تعالى ضمد الجراح يا رب لو في ناس مجروحه، عقل يا رب الناس اللي انجرفت في طيارات مختلفة في اسم يسوع. تعالى رب بالحق الكتابي بروح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهان يا رب القديسين اللي يا رب انت مكتوب يعلم الرب الذين هم له. تعالى باستنارة يا رب حقيقية، تعالى بإعلان حقيقي من كلمتك يا رب، تعالى شدد الأيادي يا رب المرتخية والركب المخلعة يا رب في اسم يسوع. يا رب النهاردة مكتوب ان منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. تعالى شدد أولادك، شدد أبطالك يا رب، ان الوقت مثل هذا انت دعيتنا علشان نكون بنبني معاك في الملكوت. يا رب انا بصلي من اجل كل انشقاق يا رب، كل روح تحزب، كل روح خصام وحسد وغيرة وخصام يا رب في اسم يسوع، ان جسدك يكون واحد، تكون كنيسة قوية، ابواب الجحيم لن تقوى عليها. بركة لولادك يا رب، بركة لكل واحد يا رب سمعنا النهاردة، نادي على ابطالك انت بالروح القدس في اسم يسوع. بشكرك من اجل الكارما وعملك فيها، بشكرك من اجل لوقت مثل هذا انت دعيتنا علشان نكون منارة يا رب، مدينة موضوعة على جبل لا يمكن ان تخفى، لكن يا رب نكون بنقود كثيرين للمسيح، نسعى عن الله. يا رب انت اديتنا خدمة المصالحة في اسم يسوع. أمين. في اسم يسوع يا رب نكون فعلا سهرانين على خدمة المصالحة ونائلين غاية إيماننا خلاص النفوس لمجد اسمك وحدك. ليس لنا، ليس لنا رب، لكن لاسمك أعطي مجدا، ليك الكرم وليك كل الحمد. أمين. 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 شكرا لكم مرة تانية، شكرا لك يا أخ أندرو، ربنا يباركك. شكرا لك يا دكتور الزيت، نقدر تعبك وسفرك معنا. بشكركم كمان، بشكر بعض التعليقات الجميلة. مجال في ثانية نعلن اللي موجودين في كاليفورنيا بكرة. عن اليوم بتاع بكرة. يس اتفضل. شجع الناس، قول لنا أنت حافظ البيانات. أنا بناشي كل شخص موجود في المنطقة دي، كاليفورنيا، منطقة أورانج كاونتي أو لوس أنجلوس، عندنا يوم بكرة خاص للكرمة. لو انت مش مشغول بارتباط عائلي، او حتى هات العيلة وتعالى. لو انت مش مشغول بفرح او مشغول بسفر، بنرحب بيك، عايزينكم معانا، عايزين اكبر عدد. هتسمعوا عن اختبارات، تسمعوا تاني عن هدف الكرمة، نصلي مع بعض، نكون في شركة مع بعض. في اعلان هينزل، انا بشجع كل واحد موجود في المنطقة، من فضلك تعالى احتفل معنا، تعالى تكون في شركة معنا. أمين. مين هيقول أمين؟ مش من هنا، من هنا. أمين. أمين أمين أمين. اتصلوا بينا وعرفوا البيانات موجودة. شكرا لكم مرة تانية، ربنا يبارككم، وشكرا لكم لأجل تعليقاتكم الجميلة اللي شجعتونا بيها، اللي عمالة توصل لي، بشكركم جدا، ربنا يبارككم وإلى اللقاء. وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. وما دام احنا
مسؤولية تنحلي رسالة القلب توصل كل البشرية.